قبلي يا ديسا، الله قبلي بس شي حركه كويسه حلوه حلوه هالضربه حلوه. رغم تمكن تنظيم داعش الإرهابي خلال الشهر الماضي من تحقيق خرق يمكنه من فتح خط إمداد يصل من جبل الثردة باتجاه الأحياء الشرقية التي يسيطر عليها في المدينة، أن منطقة الخرق التي تمتد بحدود 15 كيلو مترا مربعا تحولت إلى جيب قتل كلف التنظيم الإرهابي أكثر من 1400 قتيل حسب مصادر متطابقة. يوجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات نوعية ومركزة تزامنا مع تقدم وحدات الجيش العربي السوري خلف هذه التلة إلى الحد الأمامي، مفسحا المجال لتقدم وحدات نخبوية إلى نقاط جديدة بعد منطقة المقابر باتجاه سرية جنيد. خلي شيلكة شيلكة يرمي العمود توتر قصير. القيادة العسكرية في دير الزور ورغم امتداد الجبهات واتساعها إلا أنها حققت التوازن في نوعية القتال وتنظيم العمل اللوجستي، وذلك رغم ضراوة الهجمات الإرهابية. قامت القوات بتراجع تكتيكي إلى منطقة المسبح حاجز الرحبة السكن الجامعي إضافة للمنطقة نعم هي السكن الجامعي مرآب الحجز وأطراف المدينة للحفاظ على المدينة وامتصاص هذا الهجوم العنيف لداعش خوفا على المدينة. وبعد احتواء الهجوم قامت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وأسود الشرقية بهجوم معاكس في منطقة المقابر الذي تعادل المنطقة طول المدينة حوالي 6 كيلومتر بالعمق إضافة لجبهة مفتوحة حتى تدمر تمتد من الشمال للجنوب. وتمكننا خلال الأيام الماضية من التقدم حوالي 1500 متر في منطقة المقابر وسط مقاومة عنيفة، وأدى ذلك إلى مقتل أعداد كبيرة من المسلحين، وهناك تخبط في قيادات داعش قاموا بتبديل القيادات أكثر من مرة نتيجة فشلهم في السيطرة على مدينة دير الزور. ولا تزال المعارك مستمرة في هذه المنطقة للوصول إلى القطاع الشرقي وفك الحصار عن القوات المحاصرة. على الجبهة المشتعلة في منطقة المقابر والقريبة من جامعة الفرات رصدت الإخبارية ما يدلل على بطولات مقاتلي الجيش العربي السوري وإصرارهم على القتال في جميع المجالات بسلاح العلم وسلاح الحرب. بالحقيقة موضوع التحصيل العلمي في منطقة دير الزور له وضع خاص شوي، ما نضطر انه بهالظروف هاي احيانا نتاخر شوي عن الدخول على قاعات الامتحان او شيء، بس ومع ذلك انه موضوع الواجب الوطني ابدا ما بياثر على التحصيل العلمي ابدا. فهلق انا راح اخذت اذن لفتره ساعه او ساعه ونص بقدم ماديتي وبجي بالكليه. شو الفرع اللي بتدرس فيه؟ حقوق، كليه الحقوق. يعني المفارقه ايضا انه الجامعه وراك، قريبه جدا صحيح. الجامعه وراك والجبهه هون امامك. صحيح، هلقيني بس بشلح الملابس والجعب والبندقيه بودعها هون وبفوت على الكليه فورا. يلا الله يوفقك، موفق بالماده ايضا. شرفت، اهلا وسهلا. ومع عناصر الجيش كمان ايضا موفق والله يحميك ان شاء الله. الله يسلمك. اذا هي ام المعارك في دير الرجال، ورغم هجمات الاف الارهابيين الا ان الصمود حتى تحقيق النصر هو العنوان الوحيد. من مدينة دير الزور، ربيع ديبة، الإخبارية السورية.